ليبيا ليست دولة تصدير لمهاجرين، وليبيا ليست دولة، هي عبارة عن دولة عبور مثلها مثل يعني كل المهاجرين الذين يأتون من أكثر من 30 دولة. كل الدول الإفريقية هي دول أغلبها دول مصدر الهجرة ودول عبور. لماذا ليبيا فقط؟ لماذا طالما يقولون هم ليبيا غير آمنة وليبيا فيها اضطرابات والخطيرة على المهاجر ولا يسمحون بشركات بالعمل في ليبيا ولا يسمحون بمواطنيهم القدوم إلى ليبيا؟ فلماذا إذن يسمحون للإنسان الإفريقي المغرر بالدخول إلى ليبيا ثم يتباكون عليه داخل ليبيا؟ نعم. ولا يريدونه أن إذن ليبيا هي الهجرة غير الشرعية يراد بها أن تقف عند ليبيا، لا تقف في تشاد ولا تقف في النيجر ولا في أي دولة أخرى، إنما يريدون أن تقف في ليبيا، ومع ضعفنا ومع تشدمنا ومع نكاية بعضنا في بعض ليبيا تضيع منا. هذا هو المخطط. المخطط هو ليبيا وليس المهاجر غير الشرعي.